خلال الفترة القصيرة اللي جاية من المتوقع ان احنا هنشوف تخفيض في قيمة الجنيه مرة تانية. انا بتصور انه هيبقى ما بين 35 لـ40%. قد نرى مستويات فوق الـ40 جنيه، يعني 40 41 42، لكن المهم مش هيبقى في النقطة ديت، هيبقى في عملية الإتاحة، لان احنا زي ما قلنا قبل كده مش مشكلة قيمة السعر او قيمة السلعة، المهم الإتاحة. هل العملة هتكون متاحة عند هذا السعر ولا لا؟ هي ده التحدي الأكبر. لو الدولة قدرت توفر دولار عند هذا المستوى، يبقى بالتالي ساعتها ممكن الأزمة تحل نسبيا على فترة قصيرة. طبعا هيتواكب مع الخفض في قيمة الجنيه رفع أسعار الفايدة اللي احنا برضو بالنادي بيه بقالنا شهور، واللي البنك المركزي كان مأجله أكتر من مرة، ووصلت الفايدة السلبية لحوالي أكتر من 16% ما بين معدل التضخم وما بين أسعار الفايدة أو أعلى مستويات موجودة في البنوك يعني. فبالتالي أنا بتصور برضو أن احنا هنشوف شهادات ال 25% تاني اللي احنا كنا شفناها قبل كده، وممكن المرة دي تبقى لمدة 3 سنوات، مش بس لمدة عام زي المرة اللي فاتت، تبقى الشهادة لمدة 3 سنين، ونشوف شهادات أعلى ممكن توصل ل 27 و30% بالنسبة لشهادة العام الواحد اللي هي بتصدر لجذب أو يعني سحب العملة الأجنبية من السوق. وممكن تكون مرتبطة كمان بتغيير العملة الأجنبية في حال الرغبة في شرائها.